حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن مشكلة سلم الرواتب للموظفين سببها قانونية أو قانون الخدمة المدنية الذي أنتج تفاوتا شاسعا في رواتب الموظفين. وأضاف صالح أنه خلال السنوات العشرين الماضية تم تشريع قوانين كثيرة فيها امتيازات، عادا المشكلة بأنها تتمثل بعدم وجود العدالة في توزيع رواتب الموظفين. وطالب مستشار السوداني بضرورة إعادة هيكلة الرواتب ووضع معيار للدخل يتم مراجعته تحت عنوان غلاء المعيشة في الأمد الطويل. قالت شركة يوتيكا ريسكا الاستشارية إن متوسط سعر برميل النفط 70 دولاراً الذي اعتمد في مشروع الموازنة المالية في العراق غير واقعي. وأضافت الشركة أنه إذا ما تمت الموافقة على الموازنة في شكلها الحالي فإن خام برنت سيحتاج إلى 85 دولاراً و 90 دولاراً أيضاً فقط لدفع النفقات التشغيلية من الإيرادات، مؤكدة أنه إذا حدث انهيار آخر في أسعار النفط فسيعود العراق مباشرة إلى مستوى الإفلاس لعام 2020 بسرعة فائقة وسيعجز عن دفع رواتب الموظفين الجدد. قال النائب سالم العنبكي إن العديد من الملاحظات بشأن ملف النفط في موازنة العام الحالي باتت مصدر قلق. وأضاف النائب أن اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط وكمية تصدير تصل إلى 3,500,000 برميل لها مخاطر متعددة، أبرزها تقلبات الأسعار واحتمالية حصول أي خلل يدفع إلى تقليل كميات الصادرات، لافتاً إلى أن نزول الأسعار إلى 50 دولار مع تصدير 3,000,000 برميل قد تكفي بالكاد لتأمين الرواتب فقط. كشف خبراء اقتصاديون عن أن الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان العراق بدأت بالضغط على أربيل بسبب مجهولية موعد استئناف تصدير النفط. وقال الخبراء إن تلك الشركات هددت باتخاذ إجراءات قانونية وهددت أيضاً باللجوء إلى المحاكم في حال استمرار توقفهم عن العمل، كون جميع الشركات متوقفة حالياً باستثناء شركة كار. وانخفض مصروف الشركات إلى النصف. هذا من الجدير بالذكر أيضاً أنه مر 20 أو نحو 45 يوماً على تعليق تصدير نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي. وفي خبرنا الأخير، أعلن مؤشر جلوبال داتا الاقتصادي الدولي أعلن عن التوقعات الجديدة لتغييرات سوق النفط العالمي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مبينا أن العراق من أكبر بلدان العالم في جانب تكرير النفط. وقال المؤشر إن هناك ما يقارب 30 مصفا نفطي يتم بناؤها حاليا في منطقة الشرق الأوسط، ويتوقع دخولها الخدمة خلال الأعوام القادمة وبقدرة تكرير كلية تصل إلى 5,800,000 برميل يوميا. وعلى الرغم من العدد الكبير من المصافي إلا أن العراق ينفق سنويا مبالغ طائلة مقابل استيراد المشتقات النفطية الإيرانية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية هو الموجز الاقتصادي بأمان الله.